وينضم إلي الآن من دبي أيمن الحوت الرئيس التنفيذي لمارش UAE. أهلا وسهلا فيك، صباح الخير أيمن. أنا أجد أنه مثير للاهتمام جدا أنه بعد تغير المناخ وانهيار الاقتصادات، الآن نتكلم عن أكبر المخاطر التي تواجه العالم وهي الرقمنة. بتذكرني بمقولة للعالم الفيزيائي العظيم الشهير طبعا ستيفن هوكينج، لما قال أنه الإنسان هو نفسه عم بيطور الإمكانيات التي قد تؤدي هي نفسها إلى هلاكه. فشو رأيك؟ هل كلامها صحيح إلى حد ما؟ الحقيقة دائما في فرص وفي تحديات، كل ما نخلق فرص جديدة كل ما بتخلق معها تحديات ومخاطر جديدة، وهذه عملية مستمرة طالما البشر في تطور دائم، فهذا شيء طبيعي وجزء من الحياة البشرية، وهذا الشيء اللي بيحصل معنا كل يوم. فالحقيقة بالتطور الرقمي يلي حصل وعم يحصل بتسارع رهيب جدا، التحديات اللي خلقها والمخاطر اللي خلقها كمان تسارعت بنفس الدائرة. طيب ليش هي مخاطر؟ وين منشوف أثرها؟ ليش هالتخوف من الآلية يلي نحن بنعتقد انها او بالاحرى نحن عم نخلقها لانها هي بتساعد الإنسانية مش بتهددها؟ يعني الحقيقه اذا طلعنا على اللي حصل خلال العام الماضي منذ بدء الجائحه، نحن كنا بتطور رقمي متسارع، يلي حصل انه جائحه كورونا هي سرعت بعمليه الاستعمال التكنولوجيا بشكل افضل. بس الحقيقه هيدي التحديات اللي ابرزتها انه الشركات اللي لم تكن مستعده انه تتحول يكون عندها تحول رقمي او كان عندها البنيه التحتيه الجاهزه سواء من ناحيه الانظمه او من ناحيه النتوركس الشبكه او من ناحيه انظمه الحمايه للدخول على شبكات، عانت ولقيناها بوضعيه اقتصاديه صعبه للاستمراريه، بينما الشركات اللي كانت مجهزه نفسها قدرت تتطور بشكل. هذا على مستوى الشركات، اما على مستوى البلدان والمجتمعات فصار في عندنا مشكلتين اساسيتين. اول مشكله هي تركيز القدره السيبريانيه بايدي بلدان معينة أو حتى بأيدي شركات عملاقة معينة، فصار في عنا مثل فجوة بتركيز القدرة المعلوماتية. والشغلة الثانية اللي هي الديجيتال انيكواليتي، عدم المساواة بالاستعمال التكنولوجيا سواء ضمن نفس ضمن الشعوب المختلفة أو من ضمن نفس البلد ضمن عدة طبقات، وفينا نتكلم عن كده زبطة. اي اكيد طبعا بحب اعرف اكثر منك على هالظاهره يلي كثير عم نحكي فيها، بان التكنولوجيا متوفره والتكنولوجيا ضروريه والتوجه للرقمنه شيء لا بد منه، لكن بنفس الوقت في عندك جزء كبير من العالم ما عنده القدره او ما عنده هالوصول هيدا لهالاليات. صحيح، واذا بترجع الى دافوس والورلد ايكونوميك فورم وإضافة إلى الاي ام اف، الإعلان الكبير اللي حصل هاي السنة اللي هو ريست، ديجيتال ريست. شو معناته؟ معناته محاولة الوصول للإنترنت أكسس لأكبر عدد ممكن من سكان الأرض، لأنه في عدد كبير من سكان الأرض ما عندهم حتى إنترنت أكسس، نمبر 1. نمبر 2 حتى إعطائهم الديفايسز أو الآليات سواء السمارت فونز أو سمارت ديفايسز ليقدر يعملوا الأكسسبيليتي، لأنه كمان غير موجودة، ولاحظناها بالشعوب الفقيرة الدراسة عن بعد أو الوركينج فروم هوم ما قدروا ينفسوها بشكل، لأنه بسبب هالنقص. وثالث شغلة اللي هي سرعة الإنترنت، سرعة الإنترنت كثير مهمة، وهلا عم نحكي على 5G بالعالم كثير مهمة لتقدر تعطينا قدرة استعمال الأبلكيشنز الجديدة. فإذا نواجدوا هدول حيخلقوا فرص كثير كبيرة اقتصادية تجارية بربط الناس ببعضها بانواع تجاره الكترونيه جديده ما كانت موجوده بالمايكرو انشورنس بانكينج ذا ان بانك، بس كله هيدا بيخلق فرص تحديات للهاكينج والرانسوم وير وبالبنيه التحتيه ومدى استعمالها ومدى الريزيلينسي تبعها. بالضبط. فاذا هلا كيف تقدر الشركات والحكومات تحصن حالها قدام الاتاكس او الهجوم السيبراني؟ كما ذكرت لي بانه كل ما كانت الدول متطوره تكنولوجيا اكثر كل ما صارت عرضه اكثر لهجومات مثل هذه. صحيح،
ونحن يعني لحسن الحظ في منطقتنا خاصه في دبي في الامارات وفي السعوديه نعتبر من البلدان المتقدمه تكنولوجيا على 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 مستوى العالم، وهذا كمان بيبرز تحديات لنا في المنطقه مثل التحديات الاخرى في بلدان العالم. اهم شيء يكون في عندنا استراتيجيه واضحه لانظمه المعلوماتيه، والاستراتيجيه تتكون من العنصر البشري المدرب الواعي إضافة للأنظمة البنية التحتية، أنظمة الشبكات، أنظمة الحماية بخطوط دفاع مشترك، بعدة خطوط دفاعية. لأن الحقيقة الهجمات السيبرانية اللي شفناها إلى عدة أشكال، في هجمات إلى علاقة بسرقة المعلومات مثل التجسس الصناعي، في عندك هجمات إلى علاقة بالابتزاز والرانسوم وير حتى يقدروا يحجزوا الداتا حتى يأخذوا فلوس تدفع بالعملة الرقمية كرهيق كابتزاز لحجز الداتا، وفي عندك الهجمات اللي لها علاقه بالسياسه والصراع بين البلدان الى بعد سياسي، فعندك عده اشكال من الهجمات. وبالتالي الانظمه الدفاعيه لازم تاخذ بعين الاعتبار كل هالشيء. لابد انه هذا الموضوع ازداد ايضا مع توجه العالم كله للعمل من المنزل والخروج من نتوركس يمكن كانت محصنة داخل مكان العمل. فكيف شفتوا يعني to what extent كان في فعلا تأزم بهذه الظاهرة؟ صحيح الكلام اللي عم تقوليه صحيح 100%. الحقيقة الworking from home خلق مشكلتين. المشكلة الأولى هي بالريزيلينس تبع أنظمة الشركات وقدرتها على تحمل طاقة كبيرة من اليوزرز يلي داخلين فيها من الخارج لا يقدر يستعملوا أنظمة الشركات، فالشركات يلي ما كان عندها ريزيلينس كافي بالبنية التحتية تبعتها تعرضت شبكتها للانهيار وواجهت صعوبات، هيدا من الناحية الأولى. الناحية الثانية هي استعمال الشبكات الخارجية من البيت. وأنظمة الدفاع وأنظمة الحماية بالشبكات الخارجية من البيوت هي أقل بكثير من أنظمة الحماية الموجودة بالشركات، وهيدا الحقيقة أوجد ثغرة سمحت للهاكرز وأي شخص بده يدخل على أنظمة الشركات، وجدت ثغرة بالدخول من هيدا الباب، وأخذت وقت شوي للشركات حتى تقدر تعدل أنظمتها الدفاعية وتحسن من الروبستنس تبعتها بهالاتجاهات. لأي متى ممكن تبقى معنا هذه المخاطر؟ يعني نحن إذا طلعنا على مدار السنين وتقريركم بيطلع سنويا، ويجد التقرير على مدار السنوات المختلفة، يعني أنا لقيته كثير مثير للاهتمام لأنه بنقدر نعرف وين الإنسانية وصلت من خلال التعرف على المخاطر اللي بتتعرض للإنسانية. يعني في وقت من الأوقات كنا عم نحكي على أمور البيئية، بعدين صرنا عم نحكي على انهيار اقتصادي، بعدين صرنا عم نحكي على أزمة طاقة، وهلأ عم نحكي على هل بدي أسميها أزمة تكنولوجيا؟ ما بقدر أقول لك أزمة تكنولوجيا، بس خليني أخذ خطوة لورا. الحقيقة التقرير بيقسم المخاطر لعدة فئات. في عندك المخاطر السياسية، عندك المخاطر الاقتصادية، عندك المخاطر المجتمعية، عندك مخاطر البيئة، وعندك مخاطر التكنولوجيا. هذه هي فئات تقسيم التقرير، وكل سنة بيطلع التقرير على معالجة المخاطر وتطورها، ووين بيشوف المدراء التنفيذيين والخبراء اللي عم يجاوبوا على هالاستبيان هيدا وين بيشوفوا المخاطر، سواء من ناحية إمكانية حدوثها أو من ناحية الإمباكت أو قد ايه ممكن تأثر علينا بحال حصلت. وهون بنلاقي التغيير من سنة لسنة. يعني إذا أخذنا السنة الماضية حنلاقي إنه توب 5 ريسكس، أول 5 مخاطر من ناحية الإمكانية الحصول كانت مخاطر بيئية بشكل واضح جدا. هاي السنة تحولت المخاطر بالتقرير لصارت بالنسبة likelihood للأمراض المعدية والمخاطر السايبرانية. فطلب بتقولي لي إمتى بننتهي من المخاطر؟ بقول لك مش حننتهي من المخاطر، طالما في إنسان، طالما في وجود، طالما في الدنيا موجودة، المخاطر جزء من حياتنا. المهم نقدر نحدد شو هي المخاطر، نستبقى، يكون في عندها نظرة استباقية للتعاطي مع المخاطر وإيجاد الحلول، ونكون والجهوزية إنه نتعاطى مع المخاطر. هيدا هو الموضوع، الجهوزية والنظرة المستقبلية لنقدر نتعاطي ونعيش ونكمل باستمرارية مهمة.